التبرع بالدم واجب إنساني وديني ووطني، وهو التزام أخلاقي وعملية سهلة وآمنة وصحية. لم يثبت انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق عملية التبرع بالدم أو عن طريق نقل الدم، لذلك يمكنك التبرع بالدم إذا لم تكن خلال 28 يوم الماضية مسافر خارج مملكة البحرين، مخالط لأشخاص مصابين أو مشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد. قد تم تشخيصك أو الاشتباه بإصابتك بعدوى فيروس كورونا المستجد. هذه الإجراءات المتخذة هي مجرد إجراءات احترازية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعتبر المختبرات الطبية وبنك الدم التابع لمستشفى الملك حمد الجامعي معتمدة من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض كاب، وتتبع آخر التوصيات العالمية من المنظمة الأمريكية لبنوك الدم AABB، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة للمتبرع والمريض. يتم استقبال المتبرع وتعقيم اليدين جيداً باستخدام المعقمات الطبية قبل ملء استمارة التبرع. مراجعة استمارة التبرع بالدم جيداً. قياس درجة حرارة المتبرع عند وصوله لمركز التبرع بالدم، والرفض المؤقت إذا كان يعاني من أي أعراض تنفسية. حرصاً على سلامة المتبرع، يتم تعقيم الكراسي بشكل دوري قبل وبعد كل متبرع وترك مسافة كافية بينهما. عزيزي المتبرع، تذكر أن احتياج المرضى والمصابين للدم مستمرة في كل الأوقات وتحت جميع الظروف، وفي الوقت الذي يبقى فيه معظم الناس في المنزل تطبيقاً للتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا، فإننا ندعو المتبرعين بالدم بالاستمرار في عطائهم وعدم التوقف عن التبرع بالدم، لكي يتم تأمين وتوفير الدم في كل الأوقات ولجميع الفصائل، خاصة الفصائل النادرة، وبالكمية الكافية والتي يحتاجها أي مصاب أو أي مريض في أي وقت وعلى مدار الساعة. يجب على المتبرع غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء من عملية التبرع. الحاجة للدم لا تزال مستمرة، والمصدر الوحيد للدم هو متبرع متطوع لا أقصى حياً. تبرع بالدم وانقذ حياة.